اليوم اللي لازم ندعم فيه كل المرأة، مش بس بهذا اليوم، بأي يوم كمان. المرأة هي عمود لحياتنا، هي أنت ما نك ضعيفة الشخصية، أنت قوية، ونحن لو ما أنت ما منكون. إذا بيعطوا أهمية لهيدا للمرأة بشكل عام، منشوف تغيير بالبلد، لأنه المرأة أثبتت آخر سنتين ثلاثة بلبنان أنه نحن منقدر على التغيير أكتر منهم بكتير. المرأة لازم يكون عندها هيك هيدا اليوم، ولأنه كانت كتير مضطهدة يمكن قبل، وهلأ صرنا بوقت أنه لازم ينعطي حقوقها فعلا أكتر من قبل. منذكر العالم أنه قد المرأة هي حدا قوي، وقد أنه هي حدا مهم بهيدا النهار. يعني يمكن هلأ اللي من الأساس ما بيقدر المرأة مش حيعني له هيدا النهار، بس اللي بيقدر المرأة إن كان ذكر ولا أنثى يمكن بيعني له هيدا النهار ولو 1%. فبتمنى أنه المرأة تنصف أكتر، ويكون في هيك قانون عن جد بيحميها. بحب أقول لكل مرأة أنه كوني قوية، ما تخافي من حدا، دايما دافع عن حالي، خدي أنت حقك بإيدك لو لآخر نفس يعني.